بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. اليوم يا جماعة مع شابتر 2، انتهينا من شابتر 1 تماما. عالجنا في شابتر 1 ظاهرة الفوتو إلكتريك إفكت، وقلنا لما بيسقط ضوء على المادة فإن هذا الضوء بيحرر إلكترون من المادة، لكن أهم حاجة لازم يكون الضوء ده بطاقة كافية أو طاقة تتعدى أو تساوي الورك فانكشن. بيتحرر منه فري ايه؟ فري الكترونز او سيل من الالكترونز، وسميناه الفوتو كارنت. رقم 2، عالجنا او ناقشنا مع بعض ظاهرة الاكس راي، وقلنا هو عبارة عن انني بضرب المادة بالكترون عالي الطاقة فبيحرر فبيبتدي يخرج منها ضوء، ولكن الضوء ده انفيزيبل وسميناه اكس راي، وخدنا استخداماته الطبية والاستخدامات الاخرى. رقم 3، ناقشنا مع بعض ظاهرة الكومتون إفكت، وقلنا إن أنا بسقط ضوء على مادة ولكن غير كافي لتحليل الإلكترون فبيحصل تشتت لهذا الضوء، بيحصل له سكاترينج، بيحصل سكاترينج للإلكترون وسكاترينج للضوء، وفهمنا الموضوع ده وطلعناه بالقانون وتعاملنا معاه. اليوم بقى مع ظاهرة مهمة جدا أو موضوع مهم جدا، هو الويب ناتشر نيتشر أوف ماتر. بمعنى، هل اي جسم يا شباب، هل اي جسم يا باشمهندسين بيتحرك بسرعه v، هل ممكن اعتبره ويف؟ انا بالطريقه دي هل اقدر اعمم الويف على اي حاجه بتمشي بسرعه v؟ الكلام ده هنفهمه كويس، بس نخش الاول في التفصيل. اول حاجه، ان طبعا احنا اتكلمنا عن الضوء، وكان نظريه الضوء او نظريه الويف ثيوري كانت ناجحة لحد 1905. بعد كده جاء اينشتاين قال كلام تاني بتجربة الفوتوإلكتريك إفكت، لما سقط ضوء على المادة واعتبر ان الضوء ده، اما ضوء سقط على المادة فحرر الالكترون، فقال يبقى الضوء ده ممكن اعتبره كبارتكل، واسبب بالتجربة اللي تجربة الفوتوإلكتريك إفكت الطبيعة الجسيمية للضوء. يبقى نرجع تاني لكلام نيوتن، ده كلام مين؟ اينشتاين. يبقى اينشتاين اكد كلام نيوتن بالتجربه اللي هي الفوتوإلكتريك إفكت. طب وبعدين؟ طب ما احنا دلوقتي جه، يبقى اينشتاين اكد تجربه نيوتن او اكد نظريه نيوتن، وانا عندي العالم اللي هو يونغ كان اكد تجربه الويف. طب هل الضوء دلوقتي هو ويف ولا مطر؟ هنفهم الكلام ده بالتفصيل. دو فوتون هاف ماس؟ تعال ايه نجاوب على الاسئله دي واحده واحده لحد ما نرد على النقط اللي عندنا دي. دو فوتون هاف ماس؟ قال لي اولا الفوتون يا شباب، احنا عارفين ان الفوتون ليس له ايه، ليس له كتله، عباره عن طاقه، ولكن انا هعتبر له ماس، حاجه اسمها ريلاتيفستيك ماس، الكتله النسبيه. انا عارف ان طاقه الالكترون بتساوي اتش في نيو او اتش في اف، يعني اتش في سي على لامدا. طيب والطاقة بتاعت الفوتون ممكن اكتبها ام، او طاقة الانرجي المتحولة من الكتلة بتساوي ام في سي سكوير، اللي هي ايه؟ اينشتاين ايكويشن، او اينشتاين ماس انرجي ايكويشن. طيب يبقى الماس ممكن اكتبها اي على سي سكوير، ممكن اشيل ايه واكتبها اتش في سي على لامدا على سي سكوير، يعني اتش في سي على ايه؟ على لامدا. يبقى اذا من خلال هذا الكلام ان اي بتساوي اتش في سي على لامدا، يعني ام في سي سكوير، يعني اي بتساوي اتش في سي على لامدا اساب ام سي سكوير، يقوم يطلع لي اتش لامدا بتساوي اتش على ام في سي. لو بصينا الطرف الشمال من المعادله فيه لامدا، الطرف اليمين من المعادله فيه ثوابت الاتش و سي وفي ام، يبقى الطرف الشمال من المعادله بيدل على الطبيعه الموجيه، والطرف اليمين من المعادله بيدل على الطبيعه الايه؟ الجسيميه، ان حاجه لها كتله. يبقى اذا هتكلم مجموعه عامه من الموضوع، وهقول حاجه اسمها ديوال كاركتر اوف لايت. يبقى اللايت راديشن ده هو مش، ما اقدرش اقول ان هو ويف بس، ولا اقدر اقول ان هو ايه، ان هو بارتكل بس، لان الموضوع اتحقق بالتجربه من ناحيتين. اينشتاين اثبت بالتجربه ان هو بارتكل، ويانج اثبت بالتجربه اللي هي تجربه الدبل سليت انترفيرنس، اثبت ان هو ويف. يبقى هو بيحوي الطبيعه الاثنين، نسميه ديوال كاركتر اوف لايت راديشن. فجاء عالم لويس دي برولي، هذا العالم الفرنسي بيقول لي هذا ستوري ان دي ديت از لايت ويف او بارتكل. قال لا يا جماعه، ده بوث. يبقى اللايت
is not particles not waves but both. يبقى الجزء يبقى الضوء له الطبيعتين الديول كاركتر. فقال العالم اللي هو دي برولي ده طبعا سنه 1929 خد جائزه نوبل برايز، خد جائزه نوبل بهذا الكلام، لانه كده يعني قال شيء مهم جدا جدا، وقال الويف بارتكل دواليتي، قال ان اني موفينج بارتكلز او اني موفينج اوبجكت، اي جسم هيتحرك بيهيف لايك ويفز، يبقى اي جسم بيتحرك بسرعه ما هيسلك سلوك الموج. يبقى الكلام ده خطير جدا يا جماعه. ليه كده؟ الالكترون بيتحرك هو ويف، عربيه بتتحرك هي ويف، انت نفسك بتتحرك فانت ويف. يبقى اذا دلوقتي احنا عايشين في حياه موجيه، في حياه ايه؟ موجيه. وقال ان اي حاجه بتتحرك بسرعه لامدا، بطول موجي لامدا، بتتحرك بسرعه في، يبقى لها طول موجي لامدا بتساوي اتش على ام في، وسمى ده هو اسم دي برولي ايه؟ ويف لينز. دي برولي ويف لينز. يبقى اي كتله بتتحرك، اي كتله ام بتتحرك بسرعه في، يبقى هي بتصاحبها موجه لها طول موجي لامدا بتساوي اتش على ام في ايه؟ في في. طيب المومنتم زي ما قال دي برولي هايبوثيسيس، قال لينكينج مومنتم اند ويفلينز، قال ان المومنتم بتساوي لام اتش على لام، يبقى لامدا بتساوي اتش على مين؟ على المومنتم. ده ايه؟ افتراض ايه؟ دي برولي. فقال لايت كان اكت لايك ا ويف سام تايمز اند لايك ا بارتيكل اذر تايمز. يبقى الضوء يا جماعه ممكن يكون ويف وممكن يكون بارتيكل. بمعنى انا لما اجي افسر الانترفيرنس والديفراكشن، يبقى هتعامل مع الضوء، هفسر الكلام ده عن طريق الضوء اللي هو طبيعه ويف، ضوء طبيعه موجيه. لكن لما اجي اتكلم عن البلاك بادي راديشن، تمام، وعن الفوتو الكتريك افكت، يبقى بعتبر ان الضوء في الحاله دي كانه ايه؟ ستريم اوف بارتكلز. اوكي، يبقى ذا ريليشن بتوين بقى المومنتم بقى والويف لينث، لامدا بتساوي اتش على ام في ايه؟ في بي، يعني لامدا بتساوي اتش على المومنتم. تمام. طيب الفريكوانس بقى دي برولي ويف لينث، انا عارف ان الاي بتساوي اتش في نيوم، يعني اتش في سي على لامدا، يعني ام في سي سكوير، يعني ممكن اقول ان نيو بتساوي الطاقه اي على اتش. طيب تعالى بقى نشوف انرجي اند مومنتم فور ماسيف اند ماسليس بارتكل. لما اخد جسيم له كتله يبقى الكينيتيك انرجي ايه؟ هنسال نرمز ده برمز كي، يبقى نص ام في سكوير. لو ضربت فوق وتحت على ام، يعني ضربت في ام على ام، يبقى ام بقت ام تربيع، يبقى نص ام تربيع على ام، نص ام تربيع على ام. الام في الفي هي مين؟ يبقى نص ام تربيع، في تربيع على ام. طيب ام في هي المومنتم، يبقى ام في ام تربيع في في تربيع هي بي سكوير على 2 ايه؟ ام، بتساوي اتش نود على 2 ام في لامدا ايه؟ سكوير. طيب يبقى المومنتم في الحاله دي بيساوي ايه؟ بيساوي 2 الكاينتيك انرجي في الام تحت مين؟ الجذب. اللامدا بقى بتساوي اتش على المومنتم، اقدر اشيل المومنتم واكتبها 2 الكاينتيك انرجي في الماس تحت الجذر، يعني الجذر التربيعي ل 2 كي ام. يبقى انا عارف ان المومنتم بتساوي اتش على لامدا، يعني عارفين ان المومنتم بتساوي جذر 2 كي ام. طيب لو حاجه ماسلس بقى زي الفوتون، انا عارف ان الانرجي بتساوي المومنتم في السي، المومنتم في سرعه الضوء، يعني اتش في سي على لامدا. طب المومنتم بتساوي ايه؟ الانرجي على السي. طب لامدا اتش على المومنتم، يعني اتش في سي على اي. طيب يبقى ممكن اقول كده ان اللامدا بتساوي اتش في سي على الجذر التربيعي 2 الكاينتيك انرجي في ام في سي سكوير. من خلال هذه المعادله يبقى الالكترون هاف لو ماس، له كتله صغيره جدا، تمام، يبقى ويف لينث ايه؟ كبير، لان كل ما الكتله تقل كل من الويف لينث ايه؟ يزيد. طيب والماس انكريزز، لو الكتله زادت يبقى الويف لينث هي ايه؟ هيقل. تمام. طبعا يا جماعه الكلام ده مهم جدا جدا في حل المسائل، هطلب منك الايه؟ دي برولي ويف لينث، اديك مثلا الكي الام واديك السرعه بتاعت تجيب لنا كاينتيك انرجي وتساوي معاك تجيب اللمبه. تمام.
يبقى الكاينيتيك انرجي اللي انا بنزل ورمز كده بيساوي نص ام في سكوير، لما اضرب فوق في ام وتحت على ام يبقى ام سكوير في سكوير اللي هو في سكوير على 2 ام، ويبقى البي بتساوي جذر التربيعي ل 2 كي ام. ده بيوضح المعادلات اللي فاتت. يبقى لامدا بتساوي اتش على المومنتم، يعني اتش على الجذر التربيعي ل 2 كي ام، يعني اتش في سي ضربت فوق وتحت في سي في تحت في سي تربيع، يبقى اتش في سي على الجذر التربيعي 2 كي ام سي سكوير. تعالى بقى لتجربة في غاية الأهمية اللي هي تجربة دافيسون اند جيرمان. ايه دافيسون وجيرمان؟ دي تجربة خطيرة جدا يا جماعة. هو جاب سيل او بيم من الالكترون وضرب بيها كريستال النيكل، نيكل كريستال، ولقى حاجة مهمة جدا. بيقول لك ان اوردر تو تيست دي برولي هايبوثيسيس، دي عشان احقق كلام دي برولي، جه دافيسون وجيرمان دول عملوا بيم من الالكترون وضربوه في النيكل كريستال، فظهر ان الالكترون كانه يعني سلك سلوك الضوء، بمعنى الضوء حصل له انترفيرنس، فالسيل او الشعاع من الالكترون او البيم من الالكترون ده حصل له برده ايه؟ برده انترفيرنس. تعال نشوف الكلام. يبقى انا جبت البيم من الالكترون ضربت به الكريستال فحصل له ايه؟ انعكاس. نفس الكلام البيم من الالكترون حصل له ايه؟ انعكاس. زي ما حصل قبل كده في التجربه ان الشعاعين في الضوء كان بيحصل لهم انترفيرنس، فالتو بيمز من الالكترونز دول هيحصل لهم ايه؟ انترفيرنس، ويسلكوا سلوك مين؟ كانه سلوك الايه؟ الضوء. ادي يا جماعه قدامك اهو ضرب الالكترون اهو، بص بص ابتدى ايه؟ حصل له ايه؟ حصل له انعكاس بالطريقه دي. هو معاه ديتكتور طبعا هيشوف الالكترون ده بيحصل له سكاترنج بانهي زاويه؟ بيحصل له سكاترنج بانهي ايه؟ بانهي زاويه اهو. هيمشي كده بالايه؟ بالديتكتور لحد ما يعرف الزاويه اللي هينطلق بقى الالكترون. نشوفها تاني. تعالى يا جماعه نشوفها تاني. ادي الالكترون اهو ضرب حصل له ايه؟ اسكاتر. طيب هو يعمل ايه؟ هياخد الديتكتور ده ويشوف الالكترون موف ديتكتور اراوند تو سي ذا انجل اوف الكترون كامينج اوف، وهيخرج بزاويه ايه؟ قد ايه؟ فلاحظ استنتاج خطير جدا، لقى ان السيتا اكتر سيتا حصل بيها كولكشن اوف الكترون، يعني الكرنت كان عالي جدا، هي السيتا عند السيتا كام؟ 50 درجه. وده اتحقق لما الفولت يا جماعه كان مظبوط على 54 فولت. تمام. قال لي طب انا عارف ان اللمده بتساوي اتش على مومنتم من كلام ايه؟ من كلام دي برولي، يعني اتش على ام في ايه؟ في بي. يعني اللمده بتساوي اتش على 2 ماس في الانرجي، يعني اتش على الجذر التربيعي ل 2 ام في الاي في الفولت. طب الفولت بتاعي اعوض عنه بكام؟ هنعوض عنه طبعا الثوابت دي كلها اعوض عنها، شال كتله الالكترون حطها 9 11 في 10 اس 31، شحنه الالكترون 12 في 10 اس 19، والاتش والفولت. حسب الكلام ده كله طلع 150 على الفولت. فتعالى نشوف. هو طبعا احنا متفقين ان الفولت كان 54، دي اقصى انتنستي للايه؟ للالكترون او لشعاع الالكترون او للسيم الالكترون اللي خرج، فلقى ان اعلى انتنستي بتاعته 54. فحسب اللمده في هذه الحاله طلعت 1.67 ميلي انجستروم. لما جه يطبق قانون براج ان في لندا بتساوي 2 دي ساين ايه؟ ساين سيتا. هو بالديتكتور عرف الزاويه، لان الزاويه اللي حصل بيها اقصى انتنستي للالكترونز هو كام؟ 65 درجه. طيب ونعرف الديستانس بين البلانز وبعضيها في الكريستال النيكل او النيكل كريستال طلعت 92 من 100 انجسترو، يبقى احسب اللندا طلع كام؟ 1.65 من 100 انجسترو. كلام خطير جدا. ان لما طبق، لما جيت اطبق هذا القانون طلع 1.67 من 100 انجستروم، لما طبقت براج طلع بنفس قريب جدا من 1.65 من 100. براج طبعا بيعتبر ان ايه؟ ان الالكترون ده كويب، بيعتبره زي ما كنت ان في لندا بتساوي 2 دي ساين سيتا، وده متعامل معاه كانه ايه؟ كانه بارتكل. يبقى اقدر من ان اللمده هنا بتطابق اللمده ديت، يبقى ذيس از in agreement with Bragg's law. يبقى الموفينج اوبجكت لايك الكترون بيهيف ويفز، يبقى الموفينج اوبجكت زي الالكترون هو بارتكل بيسلك سلوك مين؟ يبقى ده الكترون، وانا بطبق عليه قانون مين؟ براج اللي هو قانون الويف اللي في لندن. يبقى هو ايه؟ يبقى كل ده هيسلك سلوك الويف وهنسميها ماتر ويف.
وده بقى عنوان الشابتر اللي هو نيتشر ايه اوف ايه اوف ويف نيتشر اوف ماتر. ويف نيتشر اوف ماتر دي مهم جدا جدا يا جماعه، عشان انا ممكن اسالك سؤال في الامتحان اثبت بالتجربه ان الضوء بيسلك سلوك البارتكل والضوء بيسلك سلوك الايه الويف. وممكن اقول لك اثبت لي برضه بالتجربه ان اي اوبجكت بيسلك سلوك الويف، اي اوبجكت في الدنيا بيمشي بسرعه ما اثبت لي بيسلك سلوك الايه الويف، فتقول لي ده تجربه دافيسون وتشرحها بالطريقه الموضحه دي. يبقى ادي يا جماعه دافيسون، ادي تجربه دافيسون طلعت لندن 1.67 براجز، اما طبقت براجز طلعت 65 يبقى بيزول ايه دول ايه في يعني اجريمنت بينهم من بعض بياكد ان الموفنج بارتكل زي الالكترون بيسلك سلوك الويف ونسميها ماتر ويف. طيب تعال نشوف مساله بسيطه. بوكالكوليت ذا ديبرولي ويف لينث اوف ان الكترون، واداني كتله الالكترون واداني السرعه بتاعته. كل اللي اعمله هطبق القانون لامدا بتاعه ديبرولي بتساوي اتش على ام في. الاتش انا عارفها 6 × 10^6 = 10^4 كتلة اهي كتلة الالكترون 9.11 × 10^31 كيلوغرام، سرعة الالكترون الالكترون بدالك يعني 10^6 يوم احسب كده تطلع ب 7.28 × 10^10 متر. بكده يا شباب احنا كده خلصنا هذا الشابتر وانتهينا منه، وده يعني في شابتر في غايه الاهميه وهو الويف نيتشر اوف ماتر. انا بعتبر اي جسم بيمشي بسرعه ما هو تصاحبه موجه، يبقى انت دلوقتي لما تتحرك فانت موجه، الكترون بيتحرك فهو موجه، اي جسم يتحرك بسرعه ما اثبتنا بالتجربه وبالنظريات الهامه ان هو ايه ان هو ويف، وطلعنا القوانين الخاصه بهذا الامر. وبكده يا جماعة احنا خلصنا شابتر 2 وده شابتر في غاية الأهمية. بأمر الله سبحانه وتعالى المرة الجاية إن شاء الله نبدأ في شابتر جديد، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يا جماعة نشد حيلنا ونفهم النقط دي كويس جدا، وأتمنى لكم كل توفيق وكل نجاح، وربنا يوفقك يا باشمهندسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.